مروحها. هي بتروح فين وبتيجي منين؟ امتى بتروح وبتيجي منين؟ هي دغري المدرسه من المدرسه للبيت او عندها اعدادي هتروح فين؟ عندها درس انا بوديها برضك واستناها واجيبها معايا، ما كنتش بسيبها خالص لان دي بنتي الوحيده. كنا نخرج سوا ونطلع سوا ونجيب الحاجات سوا وبنونس بعضينا، بتقول لي كلمه اقول لها كلمه، مش لاقي عندي كل دي اقول لها حاجه خالص. الله يرحمها الله يرحم ربنا يصبرك يعني. ان انا تبص في الكاميرات وتشوف مين لو حد غريب. انا مركب الكاميرات عشان انا امل احنا بنروح الشغل، تبص في الكاميرات تشوف مين لو غريب ما تفتحيش، حد قريبنا ما نتوقعش ان في بلوى تحصل من حد قريبنا. طبعا لما شافت ابن عمتها واول مره يجي عندنا يعني لو هو ما فتحتلوش ورجع قال له خالد انا رحت عندك البيت وامل ما فتحتش، ممكن انا مثلا اقول لها ما فتحتلوش ليه، ده ابن عمتك ده مش حد غريب كده. فطبعا فتحت الباب بصفيان. ولازم دايما بيجي من القريب اقدم من الغريب على فكره، اكتر حاجه البلوى من القريب.